أزيد من 500 مستثمرة فلاحية تم ربطها بشبكة الكهرباء الريفية بولاية بجاية، التي بدأت تدق ناقوس الخطر من تناقص كميات المياه بالأبيار التقليدية. هنا الليل دي لوس قصا لي بيو سون اسيك وكين غوت دو ثورا تزرم بلي كل شم من قلب يور ثورا كاكير العوام هذو من الاخرين اللي نهبطوا الماء هبط لازم لي بومب لي يقدروا يجبدوا من لي بروفوندور شغل جينا متعبين شويه على الماء هذا بلا تريسيتي دونك الحمد لله كي جات تريسيتي تعب بزيسيل ونا علي ما راه الفايده ستريسيتي من 100 زرا ما خدام من مين شعل كل دوا ما ند الرحمه هذا الرحمه الكرم ربي علاش لعبت سي تريفا غور الناس تان جو تالمو نوم دي ديفيكولتي دي اونسيان وتريسيتي سهل الحاجه ستان ليكس غور. البرنامج الذي تعمل على تجسيده المصالح الفلاحية للولاية يسجل تقدما كبيرا مما شجع بعض المتأخرين للانضمام إلى قائمة المستفيدين. قمنا بعملية إحصاء ما يقارب 768 مستثمرة فلاحية معنية بالربط، أشغال منتهية في حوالي 510 مستثمرة، الأشغال جارية في على مستوى 188 مستثمرة، أما الباقي نحن في المستمر مع مصالح سون الغاز من أجل الانتهاء من هذا البرنامج في أقرب الأجل. تدفق المياه بفضل الضغط على زر الكهرباء يجعل المستثمرين يفكرون في توسيع مزروعاتهم.